انت كنت طبعا ناشئين الاهلي طبعا البدايه من تقريبا 8 سنين لحد 21 سنه، احكي لي بقى البدايه بقى كلها. البداية في الأول خالص أنا ساكن في مصر الجديدة وأقرب حاجة ليا نادي النصر، فروحت نادي النصر كنت بلعب عادي ما فيش أي مشكلة. بعد كده عندي بيت تاني للأهلي في عين شمس، ففي هناك مركز شباب مشيد تحرير، فيعتبر الاتنين قريبين. فابتديت أعرف إن في النادي الأهلي هيروح مركز شباب مشيد تحرير، هيشوف هناك اختبارات، وطبعا دي يعني قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هي اول واخر مره حصلت. وانا كنت 8 سنين لا افقه اي شيء ولا في دماغي اي حاجه، فعلا انا كنت بلعب كوره عشان بحبها بس. كنت انا رحت مكه شباب مشيد التحرير، وكان في هناك كابتن عمرو زغلولي الله يرحمه. عرفت ان في تيكت وكده ب 3 جنيه، انا كنت رايح اليوم ده لوحدي، وكنت بحط 5 جنيه في الشراب، كان والدي الله يرحمه يعني بيدهاني يقول لي تركب بيها حاجه وتاكل. طبعا الكلام ده من زمان طبعا، وكنت باكل بعمل بيها كل حاجه. فعرفت ان التيكت ب 3 جنيه، وكان معايا فعلا بالظبط، يعني كنت صارف ال 2 جنيه وفاضل 3 جنيه بالظبط. فقمت اشتريت التيكت ورجعت بيه البيت، وانا كنت ناسي خالص اصلا ان انا اشتريته. كلكم في البيت يعني كانوا عايزين ان انت تدخل طبعا نادي الاهلي. انا والدي الله يرحمه اهلاوي جدا جدا جدا، بس عمره ما يعني مش من الناس اللي هو كان لازم تروح وتلعب، لا عادي يعني المكان انت مرتاح فيه العب فيه عادي. بس لما عرف النادي الاهلي طبعا اتشد جدا، ابتدى يركز معايا وقال لي شد حيلك في الاختبارات وكده، وحتى هو ما جاش معايا عشان ما يعملش عليا ضغط او الكلام ده. وفعلا كان كابتن فوزي سكوتي كان هو موجود في الاختبارات في مركز شباب مشيد تحرير، وبعد كده لعبت اختبار واحد بالظبط. على فكره كنت بلعب فيرود مش مدافع، يعني دي معلومه ما قلتهاش في تالي قبل كده، انا اصلا كنت بلعب فيرود لحد ما رحت النادي الاهلي ولعبت وايه في اللي الاول حصل؟ فيرود. رحت الاول رحت للنادي الاهلي، الموضوع فيه اقدار كبيره جدا. انا لما رحت النادي الاهلي لعبت اختبار واحد مشوني، انا طالع كان معايا اختي، فقابلت كابتن اسمه كابتن حسين عبد الفتاح، ما لا اعرفهم ولا يعرفني ولا اي حاجه، انا صغير طبعا. فبيقول لي ما شاء الله عليك انت كويس وكده. فاختي ردت عليه قالت له على فكره ده هم مشوه. قال لها ازاي؟ ده انا شايفه افضل واحد في التقسيمه وكده. قال لها لا اكيد في حاجه غلط، انا هكلم كابتن بدري رجب واخليه يبص عليه تاني. خلاص انا ماشي بقى، بالنسبه يعني لي طالع خلاص خلاص طالع، من باب النادي طالع ماشي. طالع من باب النادي. فالمهم فقال له اقف شويه وقفنا شويه، بعد كده جن قال لنا تعالوا الصبح الساعه 9. روحت طبعا وكده، جيت الصبح الساعه 9 لقيت طبعا كابتن بدري رجب، وكان كابتن محمد وهبه، وكان كابتن ضياء السيد، وكابتن مجدي طلبه، طبعا مدربين ما شاء الله عليهم يعني. ولقيت طبعا كل اللعيبه بيبقوا، كنا ايام النادي الاهلي كنا بنقعد كل مواليد ايه صف كده بيقعدوا على الارض، دي حاجه ساعدتني في حياتي لحد النهارده وعامله لي مشكله ومش عامله لي مشكله. النظام، اتعودت على النظام في النادي من صغري لحد دلوقتي، فالموضوع ده ساعات لما بروح مكان مبيبقاش فيه نظام وكده بيعمل عليا، بياخد مني في الماتشات وفي التمرين. احساسك بقى كان ايه في الحته دي؟ انا ما كنتش مصدق اصلا، انا يعني حلم انا بيتحقق. لحد النهارده حاسس انا بحلم والله بجد، بكلمك بجد فعلا. وكمان انا عشت في ايام النادي الاهلي، الايام اللي كان فيها كباتن كبار، طبعا كل الكباتن كبار لحد دلوقتي، بس قصدي والجيل الذهبي اللي انا طلعت فيه، كنت انا عندي 16 سنه وطلعت مع كابتن محمد ابو تريكه وكابتن وائل جمعه، فالجيل ده كله كان اصلا صعب ان حد يمشي من جنب السور بجد بتاع نادي الجزيره، احنا اخرنا في نادي مدينه نصر. فكان بالنسبه لي الموضوع لحد النهارده يعني انا دايما وانا بصلي بحمد ربنا ان ربنا حطني في الطريق ده. لعبت اول مباراه رسميه مع نادي الاهلي قدام نادي الاسماعيلي، احكي لي عن احداث هذه المباراه. والله في ناس كتيره يعني بتقول لي ان كابتن حسام البدري حرقك في الماتش ده ومش عارف ايه، انا واخدها يعني بمنطق تاني خالص الصراحه. انا اول حاجه كان عندي 16 سنه، فان انا اطلع النادي الاهلي وانا عندي 16 سنه دي بالنسبه لها فضل كبير من ربنا طبعا. تاني حاجه ان انا العب وسط الكباتن دول كلهم، اصلا انا كان طموحي ان انا اروح اتفرج على التمرين ده بجد، انا مش بقول، انا كان طموحي اروح اتفرج، اصل كان كابتن يعني انا كنت بتصور معاهم وانا صغير اصلا، كان عندي 8 سنين، كان كابتن وائل جمعه وكان كابتن محمد ابو تريكه وكل الكباتن كانوا بييجوا يتفرجوا على، كانوا بييجوا يتمرنوا في مدينه النصر ساعات، فانا كنت بتصور معاهم ولد صغير مفيش اي مشكله. سبحان الله عدى زمن بسيط فطلعت معاهم،